طبعا ما شاء الله ده زغلول صافي اللي ربع عورته هو واخته. شايفين كل ما احط ماء للحمام ربي توقعها بالمنظر ده، وهي لسه حاطط لها ميه وقعتها وراح هي تاخد تاني لحم توقع منه. طب ليه يعني الدماغ دي شاربه ايه؟ طيب يا جدعان النهارده بعد اللي انتوا شفتوه ده اخر يوم للنسانيس في المزرعه، بعد ما لقيتهم بيعملوا حاجات غريبه قوي، وبعدين انا اصلا شاكك في سيزر ان هو اللي بيخلص اكل الحمام، اكل الحمام بخش الاقيه خلص بيتسرق من مكانهم، الحمام ما بياكلش الكميه دي كلها، فانا بسال سيزر انت اللي كلت اكل الحمام؟ عامل فهم من بنها تمام؟ احد الوقت هنعمل لهم اختبار في المزرعه ونشوف هل هم فعلا اللي بيخلصوا اكل الحمام؟ اختبار بسيط كده، لو طلع هم فعلا اللي بيخلصوا اكل الحمام يبقى اخر يوم في المزرعه النهارده، وفي الفيديو ده هنقول لكم هنوديهم فين وهنوديهم في المكان سوا مع بعضنا في الفيديو ده. فتعالوا بقى نروح نعمل الاختبار ده ونشوف ايه اللي هيحصل، هم فعلا اللي بيخلصوا الاكل ولا لا؟ بصراحه نشكك في سيزر وروبي، فتعالوا بقى نعرف الفيديو ده هم ولا لا، انتوا رايكم هم؟ طب تعالوا بقى بدنا نشوف الاول ما تصدموهمش يعني. طبعا اللي انتوا شايفينه ده احنا جبنا شويه كلفه حمامه اهي وهنعمل اختبار، هما بقى طبعا جعانين بقالهم يومين فمش هيقدروا يقاوموا، ما حطيتلهمش اكل، مش هيقدروا، بحطلهم اكل يعني بس مش كتير، مش هيقدروا يقاوموا، فشوفوا بقى عشان تعرف ان هي حراميه. اهي اهي دي كلفه حمام، ماشي كلفه حمام يعني مش لكم، انا بجيب لكم فاكهه وخربين بيتي، تروحوا تخلصوا كلفه الحمام؟ تعالى يا معلم اللي عامل لي شريف خد، قاعد يقول لك نشانه، انت خايف؟ خد ده طبعا بقى سهن عليا النعمه، هو اللي بيخلص الاكل السهن ده، عامل فيها مكسوف وخايف صح؟ صح؟ خد بص بقى، خد يا معلم. ايوه ايوه اقسم بالله حرام علي، انت بمنظرك حرامي، منظرك ده كده حرامي. اه ماشي معلش انا ظلمتكم الفترة اللي فاتت، دولت كان معاهم زغاليل، روبي عورت الزغاليل، روبي هي اللي عورت الزغاليل، هوريكم الزغاليل دلوقتي. طبعا ما شاء الله ده زغلول صافي اللي روبي عورته هو واخته، هوريكم اخته دلوقتي. طبعا وبسم الله ما شاء الله الزغلول يطلع جميل، طبعا هو كان هيموت خالص بس احنا الحمد لله لحقناه، ده كانوا واكلين دماغه. طبعا دي زغلول اخته كانت متعورة برضك ودماغها اهو، روبي مفعصلها دماغها بايديها بتفعص فيها، طبعا الكلام ده كانوا لسه صغيرين وكان لحمهم ضعيف جدا. طبعا الجزء الزغاليل اصلا بتمن روبي اللي بتعمل فيهم كده، يا فجره يا رخيصه، وانت كمان انا اسيبكم ده انا هموتكم النهارده. معلش معلش يا حبايب قلبي، هل انتم بعد الفيديو ده يرضيكم ان احنا نسيبهم هنا؟ يعني بعد لربنا هل يرضيكم؟ ما يرتكمش طبعا. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ ما قلتلكمش كده في الفيديو، بدايه الفيديو حبيت اقول لكم اللي حصل بالظبط، وعايز اقول لكم الحمد لله اللي احنا كده كده مش هنمشيهم. عايز اقول الفتره اللي فاتت اصلا انا كنت مشغول جدا وظلمت النسانيس وظلمت الحمام مع الاثنين مع بعض، وظلمت كل حاجه عندي، الفتره اللي جايه ان شاء الله هنحاول نظبط كل حاجه مع بعض وهنعمل مزرعه جديده وهندخل حاجات جديده وهنعمل حاجات بوم. إيه طبعا انا كنت مشغول جدا وحطينا النسانيس مع الحمام، عايز اقول لك ان الحمام في حمام تعب، في حمام قطع بيض بقى بيخاف من النسانيس ما عادش بيبيض، في حمام بيؤمن على زغاليله، في حمام بيموت زغاليله، حاجات كتير حصلت جوه غير ان هم كانوا بيضايقوا الحمام، ودولت ما عليهمش ذنب، هم بطبيعتهم اشقياء، الذنب عندي انا المفروض ما كنتش احطهم هنا خالص. وطبعا انا ظبطت لهم المكان دلوقتي، عملنا هوريكم، عملنا السلاكه وحطينا عليها سلك، طبعا انتوا عارفين اللي في الاول كنا عامل سلك طالع واسع، دلوقتي جبت سلك جميل وهوريكم في الفيديو ده دلوقتي، السلك جميل والمكان جميل، وظبطنا لهم حاجات كتير في المكان حلوه وفكر جميله جدا، وتعالوا بينا نحط سيزر ونروح نجيب روبي من المزرعه مع بعض في المكان ونشوفهم يفرحوا بالمكان الجديد قد ايه. بس اهم حاجه دي شويه خلاص، انا نويت ان انا اغزو اليوتيوب، نوينا دي شويه ان انا نغزو اليوتيوب، سهل تبقى جامد صعب تبقى دشاوي، سهل تسمع اي يوتيوبر صعب تسمع فيديوهات الدشوايه بتتقال ازاي. المهم سيزار انا خلاص يا اسطى احنا عرفنا ان انت اللي خدت الحاجه وما عليكش ذنب، تعالى بقى نحط. المهم بقى اللي احنا عايزين شير كتير قوي على الفيديوهات بتاعتنا، دعم كتير قوي لازم، لو انت اوعى تكون تسمع فيديو من غير ما تشترك في القناه وتفعل الجرس. عايز اقول لك ان دولت خلاص هدفنا في سيزر وروبي ان احنا نخليهم
طبعا عايزكم تباركوا لي بقيت بمشيه من غير بقيت بشيله من غير اي حاجه، وشويه شويه مخليه ماشي من غير سلسله اي حاجه. عايز اقول لكم اللي احنا عايزين نفضل مع بعض لحد ما سيسر وروبي يخلفوا ويجيبوا لنا صغننين كده، اطفال صغننين، وجيسكا وفرعون يجيبوا لنا تعابين صغننين كده عشان نديكم منهم وكله رب معانا. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا هنا السلك اللي جوه عملنا عليه طبقه سلك بره بالمنظر ده، وعملنا بسلك كتير قوي، وسلك هو محمل يعني هو شكله ضعيف، ممكن تكونوا شايفينه ضعيف بس محمل. وعملنا برده كالسقف، وطبعا عملنا اسمنت على الحاجات اللي هي كانوا ممكن يطلعوا منها. وطبعا احنا لسه هنجيب لهم نشاره في الارضيه لان دي هتبقى احسن حاجه في الارضيه، هنجيب لهم نشاره. وطبعا هنا الميه بقى ميه كتير هياخدوا راحتهم عشان عندكم سيزر بيحب يغسل نفسه. فهي المشكله كلها هنا بقى هتقابلنا في حاجه واحده. طبعا من الباب اهو الباب بيقفل من جوه، طبعا هنسيب سيزر طبعا هو هنا هيبقى فرحان جدا جدا. المشكله هنا هتقابلنا في حاجه واحده اللي احنا لما اجي افتح الباب شايفين اهو هنا هياخد راحته جدا عن هناك، يعني هما هناك كانوا مظلومين. الفكره هنا بقى ان احنا كل ما نيجي نفتح الباب هو هيحاول يهرب، فهتبقى حاجه مش حلوه جدا، بس هي ممكن تيجي مع التدريب يعني مع التدريب كده. خش جوه. طبعا زي ما بقول لهم كده طبعا اهو طبعا نروح نجيب روبي. الباب هنا المشكله هنجيب الحداد يظبطه. ما تقلقش يا معلم انا راح اجيب روبي اختك جاي تسليك كده وتيجي. طبعا هم اول مره اتحطوا مع بعض، طبعا سيزر كان كل ظهر روبي كان عورها، فيا رب يتأقلموا مع بعض وما يعوروا بعض. هم عندهم قوانين غريبه ان الذكر ياكل قبل النتايه، يعني بحس ان هم بيعملوا قوانين غريبه كده. يا رب اوعى بس تهرب منها. طبعا الفكره بقى اللي انا هحط لهم الطبق ده وفي الرمله دي او التربه الزراعيه، هم يتعودوا ان هم يعملوا فيها الفترات بتاعتهم. طبعا ده هتاخد معانا وقت بس انا بجربها مع جميع الكلاب بتنفع يعني، وهم اذكى من الكلاب فهتيجي معاهم بسرعه. اللي هو احنا هنشيل هم يعملوا الفضلات في اي مكان في الاوضه عادي، احنا هنشيل الفضلات ديت ونحطها هنا في الطبق ده، هم يتعودوا من الريحه وان هم يعملوا هنا عشان ايه بعد كده يخلوا الاوضه نضيفه عندهم. وهنجربها مع بعض في الفيديوهات برضه. عايز اقول لكم ان سيزر بيتشال من غير سلسله، انما روبي بتعدي فلازم روبي تمشي معانا بالسلسله لسه. يلا تعالى 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 نوديك المكان ده. مش المعلمة بتخاف من الكلام كده. طبعا هي ظهرها خف وطلع لها شعر وبقت جميل. يلا على المكان الجديد. خش جوه يا سيزر، خش جوه جوه، خش جوه. احنا عايزين نعودهم لما ندخل نشخص فيهم ان هم ايه يدخلوا جوه، لان هم لو اتعودوا ان هم يطلعوا الباب ده فانك شويه. لا لا مش من هنا مش من هنا، ده بتحاول تهرب. طبعا دي قله الادب وبتضرب وبتعمل كل حاجه، انا بس عشان ما تتعوريش. خش جوه 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 يا سيزر. الله تعور. طيب احنا دلوقتي بنلف ومسيبه بجد، اللي في سيزر عمله ده ما يعملوش غير انسان، فده يدل ان الذكاء عالي جدا. سيزر دلوقتي تربس على نفسه من جوه. فانا رحت اجيب روبي وجيت لقيته تربس على نفسه بالترباس، انا دخلت روبي ازاي؟ المشكله ان ما يعملش الحركه دي غير انسان او حد ذكي جامد، ده دول الناس الذكيه. فمش عارف اعمل ايه دلوقتي، مش عارف نفتح الباب ازاي، مصيبه. عايز اقول لك ان انا ما بصورش فيديوهات بسبب اللي بيحصل ده مع سيزر وروبي. بصهم النسانيس، انت بتتعامل مع اذكى من الاطفال، حاجه ذكيه جدا. يلا نعرف نفتح ده. بسم الله. شايفين طبعا زي ما انتم شايفين تعويره، ايده كلها تعوير، والجيم طبعا باظ عليه. خش جوه خش جوه سيزر جوه، خش جوه جوه. شايفين المشكله ان هو يحاول يطلع، هو حلاوة الترباس اللي جوه ليه يعني؟ هو قفله ازاي؟ انا مش عارف اقفله. ماشي
الاوضه دي لسه عايزه تظبيط. طبعا فرق كتير، تعالى اما نسيب روبي هو هتهرب. بس طبعا يا جدعان هم شويه شويه هيبداوا يهدوا. طبعا هم هي اكنها مملكتهم يعني اما يتعودوا عليها. اللي سمكوا قرود اسم على مسمى. طبعا هم فرحانين جدا بطريقه. خشوا جو جو، خشوا جو جو. ايوه عايزين نعودكم على كلمه جوه ديت، لان هي الكلمه دي اللي هتنقذنا. طبعا هم فرحانين بطريقه ما تتوصفش. طبعا انا مش عارف اجيب لهم، تعالوا نجيب لكم اي اكل نعودكم على المكان. طبعا احنا حطينا لهم الميه جوه، ودي اللي هم المفروض يعملوا بقى بيه. تمام. المشكله بقى ان هم في هنا في الواسع هنا صعب جدا ان احنا نمسكهم، بالذات روبي سيزر عادي. طبعا ليه هنا لازم يتعودوا هنا على انهم يعملوا بيبان. طبعا المكان هنا بالنسبه لهم والمرجحتين دولت حاجه روعه. يعني انا فرحان لكم. طبعا هم بالنسبه لهم هم كانوا في سجن، كان عذاب، كنت بطلعهم انا كل فين وفين، لكن دي بالنسبه لهم الدنيا هنا جميله خالص. صح ولا ايه؟ جميله ولا مش جميله؟ طبعا زي ما انتم شايفين احنا جايبين لهم تين شوكي كمان اهو، اول مره ياكلوا تين شوكي. ايه طبعا احنا عشرنا التين الشوكي، ما ينفعش ان احنا نديلهم بيشو. القفشه راح تاكل في العنكبوت. حتى اما جوه لو كانوا الخيار ياكلوا على طول، انما هنا علشان المكان جديد وكده هم خايفين لسه. طبعا سيزر كنت امسكه جوه عادي، دلوقتي مش عارف امسكه، المكان واسع وهو هيحاول يعض، بس نمسكه برضه. احنا هنسيب لهم الاكل والميه ومكان البيبي المفروض ان هم يعملوه، وهم ان شاء الله يتاقلموا مع المكان جدا. طبعا المكان حلو لهم جدا، هيفرق معاهم كتير. طيب يا حبايب قلبي كده، يبقى النهارده زي ما انتم شايفين كده حطيناهم هنا في مكانهم، وان شاء الله هم هيتعودوا على المكان جدا والمكان هيعجبهم، وهنتابع مع بعض. طبعا سيزر انا عشان امسكه من جوه حاول يعضني، وما كانش سهل زي ما هو في السلاكه اللي جوه. ادي يا روبي. طبعا يا روبي كمان طلعت سيزر وهي لوحدها جوه في المكان، فما هي عباره بقى ان هي ايه في مكان جديد وصعب عليها، فهم مع بعض بيجمدوا قلب بعض شوية. اسمع بقى، اسمع بقى عشان قدام اللي شوية يبقوا شاهدين عليك. انت متعدش روبي، تمام يا عم؟ الاكل انا هجيب لكم اكل بزيادة، شغل النتانة. طب انت في الاول قلنا ماشي، انت كنت لسه جاي من البرية وانتوا بيطلعوا عينكم على الشجر عشان تجيبوا. عايز برضو كفاهم لكم ووضح لكم النقطة دي. الناس اللي بتقول انت بتجيب الحاجة دي من البرية، هنا ان انت ما هنا بتعذبه كده، لا خالص. الحاجات دي في البريه تبقى مهدده كل يوم للخطر وللقتل من حيوانات مفترسه انها تتاكل. حيوانات مفترسه كتير زي التماسيح، الاسود، النمور، حيوانات مفترسه كتير قوي بتاكل النسانيس وبتاكل القرود وبتاكل الحاجات دي كلها، وبتبقوا معرضين كتير للخطر كل يوم وكل دقيقة، معرضين للخطر. انما هنا احنا بنحافظ عليهم جدا، واكل وقاعدين ومتمتعين واكل وبيطلعوا يلعبوا وكل حاجة. وان شاء الله الفترة اللي جاية احنا فاضلنا لهم خلاص، وهيبدأ فترة تدريج كبيرة جدا. فانت المهم دلوقتي زي ما احنا قلنا لك، ما تجيش يا مروبي يا سيزر، وخليك محترم معاها، وهحط لكم اكل كتير وكل حاجة، بس انتوا تبقوا محترمين مع بعض، تمام؟ مش ناقصين نروح عند الدكاترة تاني. عشان احنا كنا صارفينها على روبي حوالي 600 جنيه، فما تخسرناش بقى عشان العمليه تبقى جميله. طيب يا حبايب قلبي، ادي شويه حلقه النهارده خلصت، وحلقه النهارده جميله جدا، انا شايفها جميله، انت لازم تشوفها جميله، ولازم تشوف الفيديوهات كلها جميله. وعايز اقول لك لازم تبقى مفعل الجرس، عشان الفتره ديت كل ثلاث ايام هننشر فيديو، كل ثلاث ايام هننشر فيديو جديد وفيديو جامد جدا، وفي حاجات كتير جايه الفتره اللي جايه جميله، فما تنسوش الدعم الكتير قوي، واستنوا الفتره اللي جايه تلاقوا فيديوهات جامده. سلام لومبا، باي.